بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Using the Format Shape or Format Picture Window. وصلت يا جماعة، لو أنا احتجت إني أجيب البوكس بتاع الفورمات شيب أو الفورمات بيكتشر ويندو، ممكن أجيبها بأكتر من طريقة. جاست بإني أضغط على، لو أنا كنت موجود في قائمة فورمات وأبتدي أضغط على السهم ديت، فبيعرض معايا الفورمات شيب، أو بإني أضغط كليك من على الشيب اللي أنا كنت واقف عليه وأقول له فورمات شيب، أو لو كانت مثلا بيكتشر هقول له فورمات بيكتشر، هيظهر لي نفس البوكس ده بس بيبقى فيه مع اختلاف شوية من الخصائص. تفصيل الخصائص ديت إن شاء الله بإذن الله هيكون في الحلقات اللي جاي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.